السلام عليكم البنات، اخباركم؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وعلى خير. الناس ديال المغرب طمنونا عليكم، تشطنا من بعد الاخبار ديال انتشار فيروس H1N1. يا رب يحفظكم ويبعد عليكم كل سوء وكل مكروه. اليوم عزيزتي غادي نقدم لكم وصفه مصريه بامتياز، هي اكله شتويه، هي الأولأس. بصراحة أنا ما عرفش شنو هو الأولأس في المغرب، سمعت ديجا أنه هو ترف ولا الترفاس، ولكن أنا شايفة الترفاس بصراحة ما جانيش شبيه الأولأس. ترف كيكون صغير. نتوما إلا عندكم شي فكرة ممكن تقولوا لي شنو هو الأولأس في المغرب، خليوها لي في التعاليق. هذه هي الصوره ديال الأولأس كما كتشوفوا. انا بصراحه كان عندي مقطع واجد مكونجلي. نتوما غتجيبوا الأولأس، غادي تقشروه وغادي تنظفوه بلا ما، غير غتمسحوه بواحد الثوب نظيف، يا اما غادي تستخدموه ديريكتومون يا اما غادي تحتفظوا به في المجمد. ندوزوا المكونات اللي غادي نحتاجوا لتحضير الأولأس. عندنا بصله مقطعه طريفات صغار، ثوم مفروم، قزبور معدنوس، عصير الطماطم، والأولأس مقطع على شكل مكعبات، ديجا حطيته في الماء لمدة ساعتين تقريبا. في طنجرة على النار حطيت السمن البلدي وزدت عليه الزيت الرومية، ومن بعد ما دابت لي الزبدة زدت عليها البصل وخليته يتشحر. الأولأس ممكن نحضروه بالعديد من الطرق، منها الأولأس بالخضرة اللي كيكون فيه السلق والكزبرة، والأولأس باللحمة، وطرق أخرى. من بعد ما تشحرت لي البصلة ونزلت زدت عليها عصير الطماطم، خليت عصير الطماطم حتى بدا كيغلي وزدت عليه الشوربة. إلا ما عندكش الشوربة ممكن تزيدي الماء غليان، أنا كانت عندي الشوربة غليتها وزدتها. من بعد ما غلات لي الشوربة والطماطم كنزيد عليها الأولأس، ثم ضفت الملح، فلفل أسود، البزار، والزنجبيل، سكينجبير، وشوية ديال الشطة السودانية. كنخلط العناصر ومن بعد كنغطي الطنجرة ديالي وكنخلي الأولأس يطيب على راحته. الأولأس ها هو طاب، زدت عليه القزبر والمعدنوس اللي كنت مقطع. كنخليه ياخد غلوة وكنمشي نوجد الطشة ديالي. في المقلات كنحط شوية ديال السمن البلدي او شوية ديال الزبدة. من بعد ما كتدوب لي السمنة كنزيد عليها الثوم المفروم وكنحرك حتى كياخد داك الثوم لون ذهبي. من بعد كنزيد الطشة على الأولأس، واحد الرائحة روعة روعة، كتعجبني أنا ريحة الطشة. كنخليه يغلي واحد 3 دقائق وكنطفي. الأولأس ديالنا ها هو وجد، رفقته بالرز المصري حبة وحبة. كنتمنى عزيزاتي تجربوا الوصفة وتعجبكم، وما تنسوش تخليوا لي لايكات وتعليقات باش تشجعوني. وإلا كنتوا أول مرة كتزوروا القناة ديروا لي سبسكرايب وفعلوا الجرس. وبسلام عليكم، وعدنا مع فيديو جديد.